لا 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 خبط ابوك. ازيكم يا شباب، كيف الحال؟ ان شاء الله طيبين. اليوم جايكم مقطع جديد من لعبه فورتنايت. طبعا يا جماعه انا اول مره انزل على اللعبه دي، فحاولت ان انا اتدرب على قد ما اقدر يا عم الحاج عشان نعرفوا تفاصيل اللعبه وازاي بتتلعب وازاي نعرفوا نعمل شويه كده يعني افشخانات وشويه حركات يا عم الحاج نظبطوا بيهم الدنيا. طبعا مش عارف انا يعني ايه افشخانات دي، بس هي جت كده يا عم الحاج. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبه وعمال. المهم لو اول مره شفني انزل اشترك وفعل زر الجرس، يلا بينا نبدا المقطع على خير. يلا بينا. ومعانا احب اقبلكم يا جماعه الشخصيه المزه بتاعتنا اللي هنلعب فيها اللعبه، وعايزين ندخل نغير الوضع بتاعنا. هو على احنا عايزين على سولو، يعني هنخش نخليها على الوضع السولو طبعا علشان احنا وحدينا ونبدا بيها المقطع عامل حاجه. وجينا يا جماعه نزلنا هنا عايزين نكسر ونحاول نكسر عشان ناخد موارد الكلام ده لغايه ما يبدا الجيم نعمل لنا شويه حركه كده. يا ده ابو كارنال ايه والله لو جوا جيب لك وطعمتك. طبعا انا لسه مبتدئ يا جماعه، مش عايز فشخره كبيره يعني. وانت يا ريت موز معهم سلاح يا جماعه، احنا في سلاح هيرجع مرمي هنا. خلاص هو ثلاث ثواني نبدا الجيم، ما لحقتش اعلمكم الادب كلام. رجينا العباره بتاعتنا يا جماعه، نشوف يودينا فين. ننزل فين؟ ننزل مثلا هنا مثلا، ايوه كده يا عم الحاج، وننزل هنا للمكان بتاعنا معلم في الارض اهو. كبيرة معاش كبيرة، في 100 واحد نازل معانا. ده حالا بيجوا 98، حالا نزلوا بيجوا يدقوا في بعض يا عم الحاج، موتوا بعض. ننزل في المكان ده ان شاء الله، بس ما فيش حد يا جماعة يكون نازل جنبي. تمام، ننزل في البيت ده ان شاء الله، بس ما يكونش في حد نازل جنبينا يا عم الحاج. في سيارة جميلة، الله الله، في صوت هنا، في صوت زي صوت الوحش كده او صوت حاجة يعني. كسر باب عشان ناخد موارد يا جماعة، عايزين اهم حاجه الموارد. نحاول نكسر، عايزين سلاح. في سلاح عندك يا عم الحاج؟ خاف يكون حد هنا يا جماعه. والله افتح الباب ان شاء الله نلقوا سلاح فيها دي. الله والله عمليه مقلشه من اول جيم اهو. حد جنبينا يا جماعه، حد جنبينا، يا رب يطلع لنا سلاح. ايوه ايوه، حد جنبينا يا جماعه. ابلع ابلع يا حبيبي، امك دعيالك انت يا حبابا. الله يستر والله. انها تنك بنزين يا غبي الكلب. حلو السلاح ده. طبعا انا من خبرتي يا جماعه ان انا عرفت ان السلاح الازرق هو اللي بيكون قوي في اللعبه، يعني دي خبرات يعني، مش عارف صح الكلام ده ولا لا. اركب 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 اركب. ولعت والله يا جماعه، ولعت. عايزين يا جماعه نبقى جوا الجيم لان احنا برا الجيم خالص. هلا بالفروجه والدجاجه هذه. خاف يكون في حد قاعد. عايزين حتى سلاح كده نظبطه بيه الدنيا، ما فيهاش الاسلحه البايظه دي. افتح الباب. ايوه دلعني. ايوه يا عم الحاج، ده ايه ده؟ ان شاء الله نلقوا حاجه في ده. ايوه تمام تمام تمام، قوي كده. حد جنبينا هنا يا جماعة، حد جنبينا هنا. ولولولولول حد جنبينا. ابلعبت ابلعبت ابلع ابلع يا بيت. يلا اللي بعده حبيبي، اللي بعده. ايزي والله يا جماعة، والله ايزي والله يا جماعة، اللي ماشيين زي ما احنا. عايزين نلم اهم حاجة الموارد يا جماعة، اهم حاجة عندنا الموارد عشان هي اللي هنقدر نستخبوا فيها. طب اديني رقصة. او او اي 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 او 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 ماسك فيها لحد يجي يقتلنا يا عم الحاج. حد هنا ولا يا جماعة؟ لا مفيش حد، مفيش حد يا جماعة. ايه المرة دي؟ مرة موتها وقامت تاني، يعني هي مشتريها مش بتموت، اللي طبحت ان هي مش بتموت يعني، هي بس متبيع لنا اسلحة ولا حاجة دي يعني. مع الشكر الله يسعدك يا حاج. اوكي شكله في حد ميت هنا يا جماعة والله. في ضرب نار يا جماعة هنا، في ضرب نار هنا. يا رب استر يا رب استر يا مرارة. سمعنا ضرب نار هنا يا جماعة والله. شكلهم محترفين دول. ضرب نار دي، يخرب بين سنينكم.
قولي لي 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 خرب بيت أبوك أنا هاو شكله محترف ده مرارة هموت 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 يا جماعة خلاص خلاص آه يا بنت الكلب محترف تبان عليها أم احتراف وأنا دمشت أم هنا يا رب يجيك وعد موتك وموت زي بنت الكلب يا رب يجيك وعد موتك في طبق دش هنا ننزل فوقي أيوة نازلنا هنا إن شاء الله بس يرزقنا بشنطة فيها أسلحة كده وهو في حد نازل جنبنا حد نازل جنبنا يا جماعة والله نازلنا في محطة فضاء شكلها أنا أوكي أوه. ايه ده؟ اوه ايه ده؟ اوه ماي جاد درن 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 ان شاء الله طلعنا حي ايه ده يا جماعة؟ شكله مش بتموت اوه طلع حاجات كل ما ضربوها اه والله عم طلع لنا اسلحة ايه انفجرة والله عامل واو حلو الفطة دي الليمبي انزل هنا ضرب نار هنا يا جماعة ترى حاجة حلوة اللي تعمل زي الهواء تحس نفسك انت فار الفر كده واو عن هلا والله اه في ضرب نار بس كفاية 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 هذا السلاح ده ضرب نار يا جماعة في ضرب نار هناك انا جايكم ان شاء الله بس ما يكونش محترفين يا رب اوكي مين على شكلك ناس محترفة والله يا جماعة والله ناس محترفة اوه في حد نزل جنبينا يا جماعة اوه بعد اوه اه نزل لك انا اوه انا كاش موت 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 اح ما عدتك الله لا بس خلص دمي يا ابني ليه اسمع وقتك والله اوكي عايزين دم احنا بس كده كده احنا لو جانا واحد يا جماعة هنموت على طول سبب يا جماعة الواحد هيلم في الاسلحة عارفش القوي من الضعيف يعني هو دي ممكن برضو نقطة ضعف برضو واحد جار ابلع هنا على شكلك الله يا اسطورة والله والله انا حريف والله يا جماعة بس مستعمل بنفسي قوي يعني يا جماعة لو واحد لقينا هنموت على طول لان مفيش عندنا الدم بتاعنا كله صفى ابن ليه اللي كان جبلنا على الصبح دي يعني فقر والله فقر مش اي موارد تزود دم هموت يا جماعة والله ايش هذا فيه او ايه خد اي حاجة ارمي اي حاجة دلوقتي واحد جنبينا في السيارة نزود الدم بتاعنا ونطلعوا له على طول ضرب نار هنا حتى دي فيها ضرب نار اهم حاجة واحد جنبينا هنا واحد جنبينا هنا يا جماعة اه اي اي والله انا بقيت اخاف من المولد يخرب بيت ابوك شكلك مولع شكلك شديد لا 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 بيت ابوك يلا فوق نعل شكلك دمشتها والله ودمشتي آه يا رب يجيك واحد يموتك شباب احنا كنا ساكتين لهم كده كده احنا المفروض ندعفهم خالص في الجيم ده احنا سكتنا لهم ووسعنا لهم الطريق لكن هم زاطوا فيه انزل يما 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 لو كانت موزة ابعد عنا خالص لان موزة هم اللي هيموتونا اه بعد 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 يا عم الحاج بعد عنا خالص يا عم الحاج
هاني لازم جنب هنا دي. هاي هناك هناك واحد هناك هاي هناك هاي صح. بس اكون بعض رب تموتك يا رب زي ما ما تموتني هالسح دي يجي ري. اوكي يا راد حدش حكمك انت يا هاي فرصك هناك والله شكله محترفة دي والله. موته هتموت نادي لو كان عارف. جوه جوه البيت لا 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 هنموت لا لا هنا على شكل امك. طيب يا شباب كده وصلنا نهاية مقطعنا، بتمنى الفيديو يكون عجبكم، بتمنى الموزز اللي شغالين طاحن الفيديو يكون عجبتكم. واللي مش مشترك يا جماعة ينزل يشترك وفعل زر الجرس، ولو عايزين انزل تاني على لعبة فورتنايت اكتبوا لي في التعليقات تحت، واشوفكم في مقطع جديد، مع السلامة.